الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول الإمام مالك رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. في الدرس الماضي كنا تحدثنا عن احتلام الرجل، وهذا أمر معلوم معروف لا يخفى، وهو أن الرجل قد يحتلم، أي قد يرى شيئا في منامه فيستيقظ من منامه ويجد ماء مثل الماء الذي يجده إذا جامع أهله، وهو المسمى بالمني. فالرجل إذا احتلم، أي استيقظ من منامه ووجد ماء وهو المني، فيجب عليه الغسل كما تقدم. لكن إذا رأى الإنسان في حلومه شيئا ولما استيقظ لم يجد ماء، فليس عليه شيء، ليس عليه اغتسال. فوجوب الاغتسال إنما يكون إذا وجد الإنسان عند الاستيقاظ من النوم الماء، أي المنية، سواء تذكر ما رآه في الحلم أو لم يتذكر. الآن ذكر لنا أن حكم المرأة كالرجل. هذا الباب، هذا باب خاص، قال باب غسل المرأة إذا رأت المنام إلى آخر، رأت في المنام إلى آخره، بمعنى أن المرأة أيضا يمكن أن تحتلم كما يحتلم الرجل، ويمكن أن تنزل الماء كما ينزل الرجل بسبب الاحتلام، وبالتالي فيجب عليها الاغتسال كما يجب على الرجل. إذا حكم المرأة كحكم الرجل. إذا رأت عند الاستيقاظ من منامها ماء فعليها الغسل، إذا لم تجد ماء فلا غسل عليها. وليس الضابط أن ترى شيئا في أن تتذكر ما رأته في المنام، ولا أن ترى شيئا في المنام، لا، الضابط هو أن تجد شيئا بعد استيقاظها من النوم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن هشام عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سائلا لسؤالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث إن شاء الله غيجي معنا بروايتين. الرواية الأولى أن المرأة اللي كانت جالسة مع النبي عليه الصلاة والسلام حين سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة، هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية أن المرأة اللي كانت جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أم سلامة. والجمع بين الروايتين أنها قصة واحدة، وأنهم بجوج كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلامة كانوا بجوج حاضرين في القصة هذه، ولهذا رواتها عائشة ورواتها أم سلامة. والسائلة شكون هي؟ أم سليم. أم سليم هذه هي أم أنس بن مالك، أم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله، أم كانت تكنى بأم سليم رضي الله تعالى عنها. إذن هذه المرأة، هذه الصحابية أم سليم، أرادت أن تتثبت من أمرها وأن تعرف حكم الله في فعلها في عملها، بغت تعرف الحلال والحرام والواجب وما ليس بواجب، لهذا تجرأت وتشجعت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال بحضرة الناس. أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة عنده وأم سلمة عنده، بعض الصحابة حاضرين، قالت له: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ بمعنى أنها تحتلم كما يحتلم الرجل، ترى في المنام مثل ما يرى، راحت كنت لم تصرح، ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. شنو مثل ما؟ أي الجماع، بمعنى ترى في المنام أنها تجامع مثلا زوجها كما قد يرى الرجل ذلك، فكنت ما بغاش تصرح بهذا الأمر، قالت مثل ما يرى الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم المنام، أتغتسل؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم فلتغتسل. وفي رواية: إذا رأت الماء. نعم تهي تغسل، يبغي يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام حكم المرأة كحكم الرجل بحال، ولكن بشرط إذا رأت الماء. وهذا غيجي البيان ديالو في الرواية الجاية إن شاء الله، أتجي هذه الزيادة ديال نعم إذا رأت الماء، لأن هذا هو الضابط. أما إذا استيقظت ولم تجد ماء فليس عليها اغتسال. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. وفي رواية عند ابن أبي شيبة قال لها: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. فقال: هل تجد بللا؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل.
فلقيتها النسوة فقلنا فضحتينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت لأنتهي حتى أعلم في حل أنا أم في حرام. لا بد خصني نسول باش نعرف واش خصني نغتسل وما خصنيش نغتسل، باش إلا ما كنت كنغتسل والغسل واجب عليا إذن أنا في حرام. إلا هي لم تكن تغتسل، لاحظ ما كتسولش النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي ما كانت تغتسل ولو كانت تجد البلل ما تغتسل، إذن فهي في حرام. وإلا كان لا تجد بللا غير كتشوف شي حاجة في المنام وكتغتسل، فتوجب على نفسها ما ليس بواجب، كتكلف راسها بشي حاجة غير مكلفة بها، فبغت تعرف الحلال من الحرام. إذن فاستفيد منه وجوب الغسل على المرأة بالإنزال مثل الرجل، إذا نزل منها الماء يجب عليها الاغتسال. طيب قالت عائشة، عائشة كانت حاضرة لما أم سليم سولت النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وأجابها، فقالت عائشة أفل لك وهل ترى ذلك المرأة، بكسر الكاف، أفل لك يا أم سليم، يا عائشة كتقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأفل هذه كلمة يقصد بها تدجر. وعلاش عائشة تدجرت منها؟ كأنها تقول لها لا ينبغي أن تقولي ذلك بحضرة الرجال، ولهذا رجع في الرواية ابن أبي شيبة فضحتينا، يعني أن الرجال سمعوا كلامك. فإذا قالت لها عائشة في الرواية أف لك، بمعنى أنها تتدجر كراهة لما ذكرته بحضرة الرجال. فقالت وهل ترى ذلك المرأة؟ إذا لاحظوا عائشة كانت لا تعلم أن المرأة تجد أيضا الماء الذي يجده الرجل عند الاحتلام. ما سبب ذلك؟ قال أهل العلم أنكرت ذلك لأنها لم تكن تعلم أن المرأة يمكن أن ينزل منها ماء بسبب الاحتلام، وذلكم لأن هذا المرأة قليل، لأن هذا الأمر قليل في النساء كثير في الرجال. قالوا هذا الأمر، هذا اللي هو الاحتلام مع الإنزال، قليل في النساء مقارنة مع الرجال، ولهذا كاين بعض النساء لا تحتلم، بمعنى ماشي لا ترى شيئا في الحلم، أي لا تجد بللا، لا تجد المنية، لا تجده هذاك الماء المعروف الكثير، لا تجده عند الاستيقاظ. هذا كاين بعض النساء على هذا، لأن الاحتلام في النساء أقل منه في الرجال، قليل مقارنة مع الرجال، فهم المعنى؟ ولهذا عائشة أنكرت، قالت وهل ترى ذلك المرأة؟ زعما المرأة ما كتشوفش هادشي، هذا خاص بالرجل، لكن هذا في حد علمها. طيب قد يقول علاش نكرات عليها وقلت لها وهل ترى ذلك المرأة؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها، خاص عائشة غير راسها تفهم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جاوبها وقال لها نعم إذا رأت الماء، إذا غتفهم من ذلك أن المرأة هي تحتلم. فالجواب أنه لا يلزم من الجواب على سؤال لإمكانه وجوازه وقوعه. ولهذا الفقهاء قديما كانوا يفتون في بعض القضايا التي لم تقع لجوازها وإمكانها، كيف تفتي شي قضايا كيقولوا إن وقع فالحكم كذا، وإن حصل كذا فالحكم كذا، وإن مع أن ذلك لم يقع، لكن يفتون فيه من باب الجواز والإمكان، كيقولوا إلا قدر وقع وإذا كان. فعائشة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على حسب الإمكان للوقوع، واضح المعنى؟ بمعنى كأنه قال لها إلا إن جاز ذلك فلتغتسل، وإلا فهو غير واقع، لأنه فرق بين الجواز والوقوع. ليس كل ما يجوز يقع، كاين أشياء تجوز أي تمكن، كنقصد بالجواز هنا الجواز العقلي ماشي جائز وحرام، جواز العقلي. ليس كل ما يجوز أي يمكن عقلا يقع، كاين شي أشياء ممكنة عقلا ولكن من حيث الوقوع ليست واقعة. وفي الفتوى الفقهاء والسلف قد يفتون فيما لم يقع يفرضون وقوعه من باب الفرض، أي نعم كيقولوا إن حصل كذا في الحكم كذا. فعائشة ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب من باب الإمكان لا من باب الوقوع، بمعنى إن وقع ذلك لأنه من جهة الإمكان ممكن فالحكم كذا، لكنه لا يقع. ولهذا قالت وهل ترى ذلك المرأة، بمعنى تسألين عن أمر غير واقع، واضح المعنى؟ وإن كان ممكنا عقلا لكنه غير واقع، فهذا وجه الإنكار مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابها. قال أهل العلم يستفاد من ذلك أن
يعني الاحتلام في صفوف النساء قليل مقارنة مع الرجال، ولهذا قالت ما قالت. فقال لها رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل، أي نعم دخل عليه الصلاة والسلام ورد على عائشة. فقال لها رسول الله، لمن قال العائشة، تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ بمعنى أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل، حل حل. تربت يمينك، هذه الكلمة ديال تربت يمينك ولا تربت يداك ونحوها كثير أيضا يقال، قاتله الله ما أشجعه، لا أم له لا أبا له، وثكلته أمه، ونحو ذلك من العبارات. هذه تطلقها العرب ولا تقصد معناها الحقيقي، وإنما تريد بها الكناية إما عن الزجر على الشيء، وإما من باب الحث عليه، وإما استعظاما له، وإما تنويها وتنبيها على شأنه أو نحو ذلك، على حسب السياق. السياق هو اللي يحدد. لاحظوا عبارة تربت يمينك ولا تربت يداك في أصلها اللغوي إيش معنى؟ أي افتقرت، هذا هو الأصل. إذن فالأصل أنه دعاء على الشخص بالافتقار، لكن هذا المعنى الأصلي واش يقصد عند العرب في إطلاق هذه الجمل الدعائية؟ دي جمل دعائية. هل العرب تقصد بها معناها الحقيقي؟ لا، لا تقصد بها معناها الأصلي، وإنما تقصد بها معنى آخر، تكني بها عن معنى آخر، وهو إما الحث على الشيء أو الإنكار، الحث ولا ضد الحث، اللي هو الإنكار الزجر، ولا أحيانا تستعمل في الاستعظام وفي الحث ونحو ذلك. وشنو اللي كيوضح لنا هذا؟ السياق، واضح؟ مثلا في الحديث المشهور اللي كتحفظوه ديال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سياقاش، في سياق التحذير والزجر ولا في سياق الحث؟ في سياق الحث. قالت لك لأربع لي كذا وكذا وكذا، ثم ذكر الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا الجملة ديال تربت يداك كناية على الحث على الشيء. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها، إذا المقصود الإنكار ماشي الدعاء، ماشي معناها الحقيقي أي افتقرتي، لا لا لا، وإنما المراد الإنكار. أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها لماذا تقولين ذلك ومن أين يكون الشبه؟ بمعنى رأى المرأة تنزل كما ينزل الرجل، لأن هي تظن أن المرأة لا تنزل، فمن المعنى؟ لماذا؟ لأن إنزال المرأة لا يكون ظاهرا كإنزال الرجل، ولهذا المرأة خاصة إذا كانت صغيرة في السن قد لا تعرف ذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، إذن فهمنا من باب الإنكار. ومن أين يكون الشبه؟ واستفهام إنكاري، بمعنى شبه الولد بأمه من أين يكون؟ لأن الولد يقدر يتولد كيشبه أمه، سواء كان ذكرا أو أنثى، قد يكون فيه شبه بالأم وقد يكون فيه شبه بالأب. قال لها من أين يكون شيء؟ يعني أن الشبه إما بالأم ولا بالأب بسبب ماء الرجل وماء المرأة، إذا علا وغلب ماء الرجل ماء المرأة كان في الغالب الشبه بالأب، وإذا غلب وعلى ماء المرأة يكون في الغالب الشبه بالأم، واضح المعنى؟ سواء كان جنس الولد ذكرا أو أنثى. فإذا كاين مولود كيشبه أمه، بسبب اش كيشبه أمه؟ بسبب مائها، إذا تنزل. وكاين رجل يشبه أباه ولا يشبه أعمامه ولا كذا، يشبه عائلة أبيه أقارب ديال باه بسبب ماء أبيه. وكاين اللي كيشبه الأم ولا الأقارب ديال الأم، الأم ولا الجدة ولا العمة ولا الخالة ولا كذا. إذا فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم دليل حسي، وهذا اش كيتسمى في أصول الفقه؟ هذا يسمى قياس الشبه، هذا قياس الشبه. علاش قلنا هذا كيتسمى قياس الشبه؟ لان الموضوع في الحقيقه اللي كان محل النزاع بين اللي كانت كتنكروا عائشه راه ماشي هو الانزال عند الجماع، عائشه راه كانت كتناقش الانزال في الاحتلام، في الاحتلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عطاها مثال اخر وبغى يشبهها لها به. قال لها كما تنزل المراه عند الجماع فكذلك تنزل عند الاحتلام، حال الرجل، الرجل ينزل عند الجماع ويمكن أن ينزل عند الاحتلام، فكذلك المرأة كما تنزل عند الجماع يمكن أن تنزل عند الاحتلام. هذا هو قياس الشبه، شبه لها حالة الاحتلام اللي هي محل الشك اللي ما عارفهاش عائشة، ولا الإنكار كاع اللي انكرات، قالت لها وهل ترى المرأة ذلك، فشبه لها حالة الاحتلام بحالة الجماع. فألحق اش كيتسمى هذا في أصول الفقه؟ شبه محل النزاع بموضع الإجماع،
شو موضع الاتفاق أن المرأة عند الجماع تنزل؟ هذا أمر تحس به المرأة، تشعر به لا خلاف فيه، فشبه لها موضع الشك والنزاع اللي هو الاحتلام باش بموضع الإجماع اللي هو عند الإجماع عند الجماع يقظة، فاليقظة وش بتقول المعنى؟ عند الجماع يقظة، فقال لك ما تنزل عند الجماع، تنزل عند الاحتلام، لا فرق بينهما، واضح المعنى؟ أي. ومن أين يكون الشبه؟ فإذا فيه استعمال القياس وهو المسمى بقياس الشبه كما ذكر الحافظ ولي الدين العراقي. إذا هذا حاصل الرواية الأولى اللي هي رواية عائشة، أن اللي كانت حاضرة في هذه القصة هي عائشة. الحديث الثاني اللي ذكر لنا قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة. عن زينب، إذا شكون اللي كيروي هذا الحديث عن أم سلمة؟ بنتها اسمها زينب، زينب بنت أبي سلمة، وأمها أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي زوجها أبو سلمة اللي هو الأب ديال هاد زينب، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأم سلمة. إذا هاد زينب بنت أم سلمة، ولكن من زوجها السابق اللي هو أبو سلمة، مش من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إذا الشاهد كتروي هذا الحديث عن أمها، لأن أمها كانت حاضرة في هذه القصة. عن أم سلمة نفس القصة ديال أم سليم، غير قلنا كانت حاضرة فيها عائشة وأم سلمة. ولهذا بعض أهل الحديث، كاين بعض أهل الحديث اللي رجحوا بين الروايتين، فقال لك الرواية اللي فيها أم سلمة أرجح من الرواية اللي فيها عائشة، لأن أكثر رواة رواوا القصة عن أمي سلمة، هي اللي كانت حاضرة، هي اللي نكرت، هي اللي قالت وهل ترى ذلك المرأة. أكثر أهل الحديث رواوا أن اللي أنكرت على أمي سليم شكون؟ أم سلمة. فقالوا الرواية اللي فيها عائشة غي شذوذ من بعض الرواة، ضعيفة، يعني شذت بعض الرواة، خالف من هو أوثق منه، ذكر عائشة ما كان أم سلمة، هذا كيتسمى ترجيح. ياك رجح رواية أم سلمة لأنها أكثر طرقا على رواية عائشة، الرواية اللي مذكورة فيها عائشة، فهمنا؟ والصحيح هو الجمع بين الروايتين، نرجحوا لا هذه ولا هذه. طيب كيفاش نديروا نجمعوا بين الروايتين؟ نقولوا هي قصة وحدة، ولكن كانت عائشة وأم سلمة معا حاضرتان فيها، كانتا حاضرتين، عائشة حاضرة وأم سلمة حاضرة، فلا إشكال أن عائشة أنكرت وأم سلمة أنكرت، بجوج نكروا على أم سليم قبل أن يصوب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم. أم سليم هذه الصحابية مشهورة بكنيتها، واسمها اختلف في اسمها، قيل اسمها سهلة، وقيل اسمها رميسة، وقيل اسمها مليكة، وقيل أنيقة، وكانت تلقب بالغميصاء أو الرميصاء. هي أم سليم وهي أم أنس بن مالك، امرأة أبي طلحة، زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من كبار الصحابة. إذن قالت جاءت أم سلمة أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا أدري وفي واحد فائدة زيدة. فقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ شو الفائدة اللي زيدة هنا؟ هذه المقدمة، التوطئة التي وطأت بها السؤال، ما هدات للسؤال؟ اش قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. لا يستحي في لغة أهل الحجاز كنقولوا لا يستحي بياء أين، وفي لغة التميم لا يستحي بياء واحدة، لغتان صحيحة. تقول إن الله لا يستحي من استحيا على لغة أهل الحجاز، وبها نزل القرآن، ياك في القرآن إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وفي لغة التميم عندهم غية وحدة، كيقولوا استحى يستحي، مشي استحيا، لا استحى يستحي بياء واحدة. إذن الشاهد قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. شو معنى لا يستحي من الحق؟ أي لا يأمر بالحياء في الحق، لا يأمر بالحياء في الحق، أو المعنى إن الله لا يمتنع من ذكر الحق. واضح؟ جوج المعاني، إما المعنى لا يأمر بالحياء في الحق، ولا المعنى لا يمتنع من ذكر الحق. هذه مقدمة. طيب هذه المقدمة لماذا قدمت بها؟ هذه المقدمة من بلاغة المتكلم وحسن كلامه أن يقدم بها، إذا أراد أن يذكر شيئا فيه قبح
ويخشى أن يساء به الظن قبل ذكر العذر، فيقدم العذر قبل ذكر الشيء القبيح ليجد السامع لذلك القبيح العذر مسبقا فيقبل العذر. بخلاف ما لو تأخر، إلا أخر الإنسان العذر ولا أخر تاقل السؤال دياله ووقع في النفس ما وقع من القبح وعاد الإنسان ذكر العذر، حينئذ ملي عاد الإنسان كيذكر العذر من بعد أشخاصنا خاصنا عاد رفعوا ما استقر في النفس، كيستقر في النفس واحد القبح وعاد حينئذ نرفعه بذلك العذر. واضح شكي تسمى هذا الرفع؟ الرفع تشي حاجة كتوقع في النفس وعاد خاصنا كان رفعوها بالعذر، لكن الإنسان قدم العذر هو الأول ثم أتى بعد ذلك بالكلام الذي فيه قبح ابتداء في البداية كيبان فيه قبح يعني للسامع، للسامع، فإن ذلك القبح لا يقع موقعه لأن الإنسان وطأ له بالعذر، واضح المعنى؟ فلا يقع موقعه. والعلماء شكي يقول واحد القاعدة معروفة مشهورة كتذكر ذي من كيقولوا الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، وفي لفظ الدفع أخف من الرفع، أي دفع الشيء قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه، تنتا يقع تولي ترفع فيه يكون صعب، ولكن دفعه قبل وقوعه أحسن. إذا لقدمنا بالعذر قبل الكلام الذي يحتمل ويحتمل هذا من باب الدفع، وإلا أخرنا العذر من باب الرفع، والدفع أسهل من الرفع، ولهذا قدمت بالعذر، ذكرت العذر هو الأول وعاد ذكرت كلامها لأن هذا من باب أن الدفع أسهل من الرفع. فهم المعنى؟ آي. إذن قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة من غسل؟ هذا من زائدة تقدير الكلام، هل على المرأة غسل؟ هل على المرأة ما إعراب هذا غسل؟ هل على المرأة باش عرفنا من زائدة؟ لأن هذا غسل هو المبتدأ، هذا مبتدأ مؤخر. هل أداة استفهام، على المرأة جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم في المبتدأ، هو غسل مبتدأ مؤخر جر بمن زائدة للتنصيص على العموم، هذيك من غير زائدة، وغسل هو المبتدأ تقدير الكلام، هل على المرأة غسل؟ كقوله تعالى وما هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، واضح معنى؟ هل من خالق غير الله؟ قالت هل على المرأة من غسل، يعني هل عليها غسل إذا هي احتلمت؟ شنو هو الاحتلام؟ هو ما يراه النائم في منامه، وكتقصد هي ماشي ما يراه النائم عموما، إنسان شاف راسه هابط مع واد ولا طالع مع واد، لا تقصد احتلاما خاصا، والمعنى راه واضح، يعني إذا هي رأت في المنام أنها تجامع زوجها مثلا، هذا هو المقصود بالاحتلام، ماشي أي حلم، حلم مخصوص والسياق يخصص، واضح المعنى اش كتقصد؟ واضح المعنى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فهم المعنى، اش قال لها؟ فقال نعم إذا رأت الماء، هذا هو اللي قلنا القيد غيجي في الحديث الموالي إن شاء الله، قال لها نعم ولكن بشرط إذا رأت الماء، اش معنى رأت الماء؟ إذا استيقظت من منامها ووجدت الماء أي المني، لقوله إنما الماء أي الغسل من الماء أي المني، يعني إذا استيقظت وجدت ماء أي منيا فلتغتسل، مفهوم الشرط، مفهوم قوله إذا رأت الماء، مفهوم المخالفة ديال الشرط، إذا لم تجد ماء فلا غسل عليها، وإنما الغسل عليها إذا رأت أي وجدت الماء. جاء في رواية أدم باب اللطيفة أنها ضحكت لما قالت للنبي عليه الصلاة، لما قال بسم نعم إذا رأت الماء ضحكت ثم غطت وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ إذن هذا يؤكد أن احتلام المرأة قليل مقارنة مع الرجال، ولهذا أم سليم براسة شاكة ما عرفش واش المرأة تحتلم ولا لا تحتلم، عندها شك، واضح؟ خاصة أن المرأة مما يزيد هذا ما يزيد الطين بالله أن المرأة قد تخرج منها في كثير من الأحوال إفرازات، بعض الماء وكذا وإفرازات وهذا قد تخرج من فرجها فيختلط عليها ذلك بالمني، ما كتعرفوش هذا احتلام ولا إفرازات بسبب مرض فيها أو غير ذلك، فإذا هذا يقوي الشك عند المرأة هل تحتلم ولا لا تحتلم، ولهذا جاء في رواية أنها ضحكت تبسمت يعني ثم
غطت وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحترم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تربت يمينك، فلما يشبهها ولدها. طيب، ما الجمع بين الرواية فيها تبسمت والرواية فيها غطت؟ الجواب أنها تبسمت تعجبا من الأمر أن المرأة هي تحترم، وغطت وجهها استحياء، غطت وجهها استحياء وقالت: أو تحترم المرأة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يدل على أن كتمان مثل هذه الأمور كان من عادة النساء، من عادة النساء أنهم كانوا كيكتموا مثل هذه الأمور على الرجال، ما كيقولوهاش للرجال، حياء من عادتهن ذلك. ويستفاد من الحديث كما تقدم في الحديث السابق وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء عند الاستيقاظ من النوم، إذا وجدت ماء وجب عليها الغسل كما يجب ذلك على الرجل. ممكن نأخذ قاعدة عامة نقول وجوب الغسل على المرأة عند الإنزال بغير جماع، خلاص إذا كان الجماع تقدم معنا إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم يقع إنزال. دابا كنتكلموا على إنزال بدون جماع، إنزال بدون جماع باحتلام أو غيره، بحلال أو حرام، واجب عليها الاغتسال. واضح المعنى؟ وهذا يشمل الذكر والأنثى. يستفاد من الحديث أنه يجوز للمرأة أن تستفتي بنفسها، المرأة خاصة إذا كان واحد الأمر يهمها وزوجها لا يسأل لها شي أمور كتهمها من أمر دينها، وراجلها ما كيسولش لها، ما كيبحث لها، خاصة إذا كانت أمور مثل هذه أمور خاصة وزوجها مفرط متكاسل، تقول له سلي عن هذه المسألة، بحث لي عن المسألة، فقيني عن المسألة، لكن هو يتهاون. يجوز لها أن تستفتي بنفسها، أن تستفتي العالمة بنفسها، وهذا مما لا حياء فيه. ومما أعجب له، كاين هذا الشيء عادة في بعض النساء، أن بعض النساء كتمشي عند الطبيب وتمشي عند الخدار وتمشي عند أي واحد وتكلمه نصف ساعة وساعة وتدخل وتخرج الهضرة، وتجي تسول سميتو لا، قال لك تستحي من أن تسأل عما يهمها من أمر دينها، لا تسأل. وإن أدى ذلك إلى ترك السؤال بالكلية، تقدر ترك السؤال بالكلية، إما تقول شي واحد سول لي بواسطة، إلى ما كانش لي يسول لها بواسطة لا تسأل. وأحيانا كما ذكرنا السؤال بواسطة قد لا يؤدي المراد، إما هذاك الواسطة ما يفهمش السؤال ولا ما يفهمش الجواب، إما ما غينقلش السؤال هو هذاك ولا ما غينقلش الجواب هو هذاك. وأحيانا المسؤول قد يحتاج إلى استفسار السائل، كيكون شي صورة ولا شي حاجة عند السائل فيها غموض، تحتمل وجهين، عند هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، إذا كان هذا الاحتمال عندها حكم وإذا كان هذا الاحتمال لها حكم، فمن اللي كيكون لها وجهان فخصو يستفتي تلك السائلة، يستفسرها، يقول لها واش كذا ولا كذا، وإذا كان كذا واش كذا ولا كذا. فتدعي بعض النساء أنها تستحي، هذا أمر لا حياء فيه، مع أن ليتها كانت تستحي من جميع الرجال، كانت غير الأمر جميع الرجال شوية نقول وراء طبيعة والحياة غلبوا عليها، مع أن لا عذر لها من حيث الدين، لكن تجدها جريئة في على كل الرجال إلا في السؤال عن الدين، هذا لا عذر لها. يستفاد من الحديث سياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية، يعني ملي توقع شي واقعة شرعية خاص السائل يسوق يذكر السياق ديال واقعة الحالة كيفاش وقعت، ماشي مثلا هاد المرأة تختزل السؤال ودي هل يا رسول الله هل على المرأة من شيء إذا رأت شيئا ولا لم ترى شيئا لا ذكرت لي السياق، المرأة تنام كذا وتحتلم وهل تغتسل أو لا تغتسل. يستفاد من الحديث جواز التبسم في التعجب، يجوز التبسم في حالة أن الإنسان تعجب من شي حاجة يجوز له أن يبتسم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها تبسمها. وهذا السؤال هذا باش تعرفوا راه ماشي غير أم سليم اللي سولت عليه، سألت عنه أم سليم، وسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم، وسألت عنه سهلة بنت سهيل وغيرهن من الصحابية، وكل وحدة ما عرفاتش راه الأخرى سولت، كل وحدة جات كتسول عن نفسها. ففي هذا الحديث دلالة على ما كان عليه النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام بأمر دينهن، كان عندهم اهتمام بأمر الدين وكن يسألن عن أمر دينهن، لم يكن عندهن فيه تفريط. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما شفاء العي السؤال، العي هو داء الجهل، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه داء الجهل، داء مرض،
شفاء العي اللي هو مرض الجهل هو السؤال والعلاج دياله، ما عندوش شي علاج آخر، السؤال. وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. قال باب جامع غسل الجنابة. هذا الباب هذا ختم به الإمام مالك ما يتعلق بالغسل، لهذا بعده إن شاء الله التيمم. باب جامع الغسل، وراه ذكرنا مسألة جامع يعني كيتذكر دائما في باب جامع واحد المسائل متفرقة عندها علاقة بالباب. باب جامع غسل الجنابة يعني فيه واحد مسائل متفرقة لها علاقة بغسل الجنابة، ولهذا ما جعلش لها عنوانا محددا، ما قالش باب الغسل بفضل المرأة، باب الغسل لا، جعلها عامة باش تدخل عدة مسائل. الحديث الأول حديث الموقوف، هذا غير فعل ديال عبد الله بن عمر، وما كان يرتضيه الإمام مالك، الإمام مالك ما كانش كيقول به اقتداء ببعض السلف الآخرين. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا. هذه فتوى ديال عبد الله بن عمر خاصة به، ومالك والجمهور لا يوافقون عليها، ديال استثناء ديال الحيض. أنا أذكر لكم ابن عمر كيقول لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنوبا، يعني لا اغتسلت شي غسل ماشي غسل من الحيض ولا من الجنابة، فلا بأس يجوز للرجل أن يغتسل بفضلها، أي إيش معنى فضلها؟ أي ما بقي عنها من الاغتسال، استعملات واحد سطال ولا هذا واغتسلت منه وفضل عنها ماء، فلا بأس أن يغتسل الرجل بفضلها، ولكن بشرط. ابن عمر كيقول ما لم تكن حائضا أو جنوبا. الجمهور ومنهم الإمام مالك وعلى هذا كثير من السلف كيقولوا لا بأس مطلقا سواء كانت حائضا أو جنوبا، لا بأس مطلقا دون استثناء ما لم تكن حائضا أو جنوبا. وللإشارة هذا الاستثناء عن ابن عمر اللي هو المذهب دياله يقصد بذلك الكراهة ماشي عدم الجواز، بمعنى فإن كانت حائضا أو جنوبا فيكره عند ابن عمر، وعند مالك والجمهور وبعض الإمام ابن عبد البر كيقول لك تواتر هذا عن السلف أنه يجوز، خلافا لأحمد رحمه الله. الإمام أحمد بن حنبل يرى أنه لا يجوز يكره للرجل أن يغتسل بماء المرأة إذا خلت به، كيقيدوا بالقيد، كيقول لك إذا خلت به بدك الماء كانت غير هي وياه، يعني ما معهاش الرجل بوحدها واغتسلت وخرجت وعاد الرجل يدخل مراها، عند أحمد كيقول يكره، لكن عند الجمهور لا يكره ذلك. المرأة اغتسلت بماء وفضل عنها، اغتسلت غسل حيض، غسل جنابة، أي غسل، ما دام الماء طاهرا كنشوفه كيبان لنا طاهر، لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه بشيء، لا بنجاسة ولا بطاهر، مازال هو فإذا صالح، الأصل في الماء طهارة. والدليل عند الجمهور ما تقدم معنا من حديث عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وضحات كاع من إناء واحد كان اغتسلوا بجوج من الجمهور. اش كيقولوا؟ كيقولوا لا فرق بين أنهم يغتسلوا بجوج ولا تغتسل هي المرأة يلولو عادي يجي الراجل بحال إلا كان يمنع فيمنع حتى يغتسلوا بجوج إلا كانت المرأة تعتبر نجاسة، مع أنها ليست كذلك على سبيلي، وليست المرأة كذلك، المرأة كالرجل الأصل فيها أنها طاهرة كالرجل، ولا يحكم بالنجاسة إلا بيقين يرفع هذا الأصل، يكون شيء يقين يزيل هذا الأصل، وهو نشوف النجاسة وقعت في الماء وغيرت أحد أوصافه الثلاثة. إذا ما دام ذلك ليس كذلك فالحاصل خلاصة أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل المرأة وأن يغتسل بفضل المرأة ولو اغتسلت المرأة من جنابة أو حيض، وهذا مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين دون كراهة، لا كراهة. أحمد رحمه الله كيقول لك كاين الكراهة إن خلت به، يعني لكان هي والراجل ماشي مشكل، ولكن لا خلت به كيقول لا، وهذا أيضا مرجوح. الأثر الثاني قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنوب ثم يصلي فيه. عن نافع عن عبد الله كان يعرق في الثوب ثم وهو جنوب ثم يصلي فيه. علاش ذكر مالك رحمه الله هذا الأثر؟ ذكر هذا الأثر باش يبين لك أن عرق الإنسان ليس بنجس، لأن الأصل في الإنسان عموما مؤمنا أو كافرا، وهذا مذهب الجمهور. لاحظوا المؤمن أجمع العلماء حتى الظاهرية على أنه طاهر، المؤمن طاهر حتى عند الظاهرية، وبالتالي إذا كان طاهر ف عرقه مخاطه بساقه كل هذا
طاهر إلا ما استثناه الشرع، قال لنا البول ما يخرج من السبيلين ذلك نجيس، ما عدا ذلك فالأصل فيه أنه طاهر. إذن إلى الإنسان مس ثوبه عرق ثم اغتسل من الجنابة ولا كذا اغتسل، فهل يجوز يعود يلبس ذاك الثوب اللي كان مسه العرق؟ نعم يجوز يلبسه، لأن العرق طاهر ليس بنجس. نعم يمكن أن يستقذره الناس من جهة الرائحة، عندما كنتكلموا على الطهارة والنجاسة كنتكلموش على الاستقذار، الاستقذار هذا شيء آخر، استقذرتيه ما عجبكش ما عجبتك ريحته بدلو لا شغلك هذاك، لكن من حيث صحة الصلاة تصح الصلاة به، طاهر لا تبطل الصلاة به، ما كتسماش أنت لابس النجاسة، واضح المعنى؟ بالنسبة للمؤمن بالاتفاق، الكافر كذلك عند الجمهور، الكافر طاهر العين طاهر البدن وإنما هو نجس لاعتقاد، الكافر المشرك النجاسة عنده باطنية، نجاسة قلبية اللي هي الكفر، الكفر نجاسة ولا لا؟ نجاسة معنوية، لكن من جهة البدن بدنه طاهر هو الأصل، إلا إذا شفناه نجاسة ولا قاس نجاسة ولا كذا، فالمقصود أن بدنه من حيث الأصل طاهر خلافا للظاهرية. الظاهرية قال لك لا البدن ديال المشرك نجس، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وأجيب من جهة الجمهور بأجوبة، أولا قالوا المقصود بالآية النجاسة المعنوية اللي هي نجاسة الشرك، وحجة الجمهور أن الله تعالى أباح نكاح الكتابية ولا لا، الله تعالى أحل الرجل يتزوج بالكتابية اللي هي اليهودية ولا النصرانية، ولم يأمر بالتوقي منها، ولم يأمر بغسل البدن أو الثوب من مسها، لم يأمر الله تعالى بشي حاجة زائدة على المرأة المسلمة، الرجل شي حاجة زائدة على المرأة المسلمة، إنما يجب عليه الغسل إذا جامعها كالمرأة المسلمة حالة مع المسلم، لم يفرق الشرع بينهما، ما قالش لي إلا الكتابية إلا مسيتها في الدا ولا في حويجة خاصك تغسل، لم يقل الشرع ذلك، فدل على أنها طاهرة العين طاهرة البدن، وإنما النجاسة المذكورة في القرآن نجاسة معنوية. أو جواب آخر أن الآية المقصود بها إن المشركون نجس بمعنى لا يتحرزون من النجاسة، ومثل هذا الحديث ديال أبي هريرة، أبو هريرة في الصحيح كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام مقبلا فتفلت أبو هريرة، شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد وتفلت ومشى واغتسل ورجع وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام رأيتك كذا ليس من عادتك أن ألا تلاقيني تشوفني من بعيد وتهرب ولا كذا تتفلت، فقال له يا رسول الله كنت جنوبا فخشيت أن ألقاك وأنا على جنابة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس، مؤمن طاهر القلب طاهر البدن، حتى النجاسة رمشي نجاسة، حتى الجنابة رمشي نجاسة في البدن، واضح؟ وإنما الجنابة حدث معنوي مقدر، مقدر في الإنسان منوي، حدث غير معنوي، واضح المعنى؟ ولهذا قال لي إن المؤمن لا ينجس. بعضهم قال لك مفهوم الحديث من اللي قال إن المؤمن إذا الكافر نجس، قال العلم لا غير الكافر المقصود أنه لا يتحرز من النجاسة، لأن المؤمن عنده دين عنده صلاة وبالتالي دينه هذا يجعله متحفظا من النجاسة، كيتحفظ منها إذا أراد بولا أو غائطا كيتحفظ من النجاسة لأنه غيصلي. الكافر ليس له ما يمنعه من النجاسة لا يتحفظ منها، فما عندوش إشكال ألا يستبرئ من بوله من غائطه أن يمس النجاسة بيده أو بثوبه لا يتحفظ منها، لكن ما كيعنيش أن البدن دياله نجس، وش واضح المعنى؟ هذا مذهب الجمهور. إذن الشاهد عندنا من الحديث أن العرق ديال الإنسان ليس نجيسا، ولهذا قال لنا كان عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب أي يرشح جلده في الثوب وهو جنوب، كيعرق هو على جنب حالة كونه جنوبا، ثم يصلي فيه من بعد كيغتسل وكيصلي في ذاك الثوب اللي كان لابسه، فمن المعنى أي لأن عرق الجنوب طاهر بالاتفاق. فدل هذا الخلاصة على أن الآدمي الحي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، ليس بنجس العين ولا فرق بين المرأة والرجل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه، كان يغسل جواريه هذا هو الفاعل مرفوع الضم المقدر على الياء استثقالا، يغسل جواريه الأصل جواري
استثقالا تحذفت الضمه مرفوع الضمه مقدر على الياء استثقالا هو مضاف لها مضاف اليه. يغسل جواريه رجليه هذا هو المفعول به يغسل الجواري الرجلين واضح المعنى هيا ويعطينه الخمره وهن حيض. شنو الفائده في هذا الحديث؟ فائدة المقصودة حسنا غنشرحوا لكم غير المقصود الفائدة الإجمالية اللي بغي يقصدها بغي يقصد لنا أن المرأة الحائض لا بأس أن تناولك الشيء بيدها. هي المرأة في زمن حيضة حائض دابا حائض واش معنى ذلك أن يدها نجسة؟ هذا المعنى أن وجهها نجس أن رجلها نجس لا أبدا ليس كذلك. فممكن المرأة تكون حائض وتساعد رجلها تغسل له رجله ولا تناوله المنديل ولا تعطيه شي حاجة ولا تشد من عنده شي حاجة ولا ممكن وهي حائض ممكن وهي حائض لا إشكالة ليست نجسة واضح المعنى هذا هو المقصود بالحديث. طيب قال كان أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه هنا غيورد علينا إشكال يغسل جواريه رجليه تقدم معنا أن المس من نواقض الوضوء غتغسل جيدا ستمس الجارية رجله. الجواب سئل مالك عن ذلك فقال ما كان يفعل ابن عمر ذلك إلا لشغل شغل أو ضعف إلا لكونه كان مشغولا بشي حاجة أو ضعف ضعاف ولا كان مريض ولا كبر في السن ولا هذا فكان يأمر الجاهل. إذن جواب إمام مالك لا يشير إلى أن اللذة لم تكن مقصودة ولا موجودة وإحنا قلنا اللمس متى ينقذ الوضوء إذا كان مع قصد اللذة أو وجودها وذكرنا ثلاثة صور وعندنا صورة لا ينقض بها الوضوء اللي هي إذا لم يقصد ولم يجد. الصورة ديال ابن عمر لم يقصد ولم يجد لأن الجارية غتغسل لي شغل ومشغول ما قصد لا لذة ولا يجد أو ضعف كذلك كبير في السن وهذا فينيبها عنه في الغسل فليست الشهوة مقصودة ولا موجودة وبالتالي هذا لا ينقض الوضوء. كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة. قيل الخمرة هي المصلى الصغير. شنو المصلى الصغير؟ كان كيتصنع قبل من 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 السعف من سعف النخل. شنو الخمرة؟ قيل في المعنى الأول ديالها هو حصير صغير يكفي لموضع للوجه والجبهة فقط. بحال هذيك المصليات دابا الصغيرة اللي كيحطوا عليها الناس وجوههم مثلها هي الخمرة. الخمرة واحد المصلى صغير يكفي فقط لتغطية الوجه لذلك يقال له خمرة لأن الخمرة مشتقة من الخمار والخمار هو الستر ما يستره. فهذاك كيستر كيغطي وجه الإنسان عن الأرض ما كيقيش التراب كيقيش الأرض واضح المعنى. فإذا من اللي كيغسلوا لي رجليه يعطينه أي يناولنه الخمرة باش يصلي عليها هذيك بالسجادة ولكن هي السجادة غير صغيرة يلا كتكفي لتغطية الوجه يضع عليها جبهة وجهه. ولكن هكذا ذكر أكثر أهل اللغة أن هذاك المصلى إذا كان صغير يقال له الخمرة وأما إذا كان كبيرا كيكفيك تصلي عليه كامل قالوا يقال له حصير هذا المصنوع من سعف النخل مصنوع من سعف النخل إذا كان كيكفي غير الوجه خمرة كان كيكفي الإنسان كامل فهو حصير. ولكن جاء في حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة التي ألقتها على الخمرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها ما يشير هذا الحديث هذا ظاهر في أن الخمرة تطلق على ما هو أكبر من ذلك بمعنى لأن هذه الخمرة اللي تكلم عليها ابن عباس في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس عليها وإذا اللي كان جالس عليها ما غتكون كبار من الوجه أكبر من ذلك. إذن فهذا الحديث في دليل أن الخمرة تطلق على المصلى الصغير وحتى على المصلى الكبير لكيكفي الجلوس كيكفي إما لجلوس الإنسان ولا لوضع الوجه عليه. بقي أثر ولا أثرا بعد الأذان إن شاء الله. إذن قال يعطينه الخمرة عرفناش الخمرة ياك مصلى الصغير وقيل هو أكبر من ذلك وهن حيض هذه جملة حالية ياك حالة كونهن حيض. الحيض جمع حائض فعل جمع فاعل حيض جمع حائض وهن حيض. فدل هذا الحديث على أن عرق المرأة وكل عضو فيها طاهر ليس بنجس ولو كانت حائضا. ومما يؤكد هذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن عائشة قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في اعتكافه من لكي يكون معتكف عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد كان يقول لعائشة يا عائشة ناوليني الثوب الفلانية لأن المسجد كان يطل على حجرة
عائشة، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه واحد النافذة تطل على حجرة عائشة، فكيقول لها ناوليني الثوب الفلاني ولا الثوب الفلاني، فتقول له، فقالت له مرتي يا رسول الله إني حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، زعما يدك راه طاهرة اللي غتناوليني بها الثوب، واضح معنا؟ إن حيضتك ليست في يدك، الحيضة في الفرج ما عندها علاقة باليد، فيدك طاهرة طاهرة. والحديث الآخر في الصحيح أنها كانت تخرج رأسها للنبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي يخرج رأسها لعائشة من نافذة وكانت ترجله وهي حائض، عائشة حائض كيخرج لها رأسه وترجل رأسه عليه الصلاة والسلام. طيب هنا قد يقول قائل هذا الأثر ظاهره، هذا ديال ابن عمر اللي شرحناه دابا الآن، ظاهره يتعارض مع أثر ابن عمر السابق، لأن في أثر ابن عمر السابق تماش قال، قال لنا الأول اللي بدينا به هذا الباب، قال لك إلا ما لم يكن من حيض أو جنابة، بمعنى الرجل كيغتسل بفضل المرأة بشرط ما تكونش المرأة اغتسلت من حيض أو، وهنا الجواري ديالو كيغسلوا ليه رجليه وهن حيض. قد يقول قائل كاين تعارض، الجواب لا تعارض بينهما، لأن موضوع الأثر الأول هو أنه كان يكره الاغتسال بفضل الحائض، وهنا إنما كان الحيض يغسلن رجليه لا أنه كان يغتسل بفضلهن، وهما كيغسلوا ليه رجليه ماشي هو كيغتسل بالماء اللي شاط عليهم، فمن الفرق أي. ثم الأثر الأخير قال وسئل مالك عن رجل، هذا سؤال فتوى تسول مالك وأجاب، سئل مالك عن رجل إنه نسوة وجوار، نسوة أي حرائر زعما عنده زوجات حرائر وعنده جوار كذلك يطأوهن بملك اليمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذا عنده نسوة هذو زوجات وعنده جوار ينكحوهن يطأوهن بملك اليمين، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ بمعنى هل يجوز أن يطأ الثانية بعد الأولى دون أن يغتسل بينهما؟ زعما هذا هو المعنى. فقال لا بأس، المالك أجاب، قال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، يعني يصيب الأولى ثم يصيب الثانية دون أن يغتسل بينهما، لكن يستحب له أن يتنظف، أن يتنظف يستحب له ذلك، يغسل فرجه استحبابا قبل وطئ الثانية. قال رحمه الله فأما النساء الحرائر، أي الزوجات ماشي الجواري هادو دابا الزوجات، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى كراهة تحريم إلا أن تأذن له، بمعنى الجواري ممكن ولكن بالنسبة للحرائر راه الأصل أن يقسم لهن، إذن وبالتالي فيكره له كراهة تحريم أن يجامع الثانية في ليلة الأولى ولا العكس، بمعنى إذا كان القسم لهذه المرأة اليوم فلا يجوز له أن يطأ الأخرى لأن اليوم هو للأولى مثلا والغد للثانية، لا يجوز له أن يطأ الأولى، فمالك قال لي أصلا لا يجوز أن يطأهما في ليلة واحدة لأن القسم يقتضي أن كل امرأة لها ليلة. فإن قيل إنه قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه في غسل بغسل واحد، قلنا عندنا أجوبة على هذا، إما أن يقال إنه خاص به صلى الله عليه وسلم لأن القسم ليس واجبا عليه، لم يكن القسم واجبا عليه وإنما كان يقسم تفضلا منه عليه الصلاة والسلام، تفضلا كيقسم والقسم لم يفرضه الله عز وجل عليه، وهذا مشهور مذهب المالكية. وقيل إنه فعل ذلك لأنهن أذن له فيه، أبحن له ذلك، هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أنه فعله حين قدم من سفر فلم يكن قد قسم لهن بعد، يعني كان مسافر مدة وجاء ففعل ذلك، إذا لم يكن قد بدأ القسم لهن. إذا هذه أجوبة وأجيب بغير هذا. المهم أن مالكا قال، هذا خلينا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قد يكون خاصا به، إذا قال مالك في غير النبي عليه الصلاة والسلام شي واحد، قال لك لا، الأصل أنه إن وطئ واحدة لا يطأ الأخرى لأن ذلك يحرم لوجوب القسم لهن، اللهم إلا إن أذنت له، أذنت الأولى أو الثانية، من كانت الليلة ليلتها والقسم قسمها أذنت له، فإن أذنت له فلا بأس. قال فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنوب فلا بأس، لكن قلنا يستحب له أن يغسل ذكره، على الأقل يستحب له أن يغسل فرجه قبل العود، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود
يتوضأ، سواء كان يريد العودة للموطوءة الأولى أو لغيرها. طيب هذا السؤال الأول. سؤال ثاني، وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. هذا سؤال، واحد الرجل وضع له إناء باش يغتسل فيه وسها ودار صبعه باش يقلب الماء واش حار ولا بارد، واش سخون ولا هو هذاك مقعد، وضع أصبعه والأصبع ديالو فيه نجاسة، الأصبع ديالو نجس، مس به نجاسة. فأجاب مالك، قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. خلاص هذا واضح، يعني إلا الصبع ديالو كان طاهرا لم ينس به نجاسة، ذاك الصبع اللي دخله في الماء كان طاهرا فلا شيء عليه. لكن إن أصابه أذى، الصبع ديالو كان قد أصابه، قد مسته نجاسة، فحينئذ في ذلك تفصيل. شنو هو التفصيل؟ إذا كان الماء كثيرا، الماء هذاك اللي دخل فيه اللي قاسه بصبعه كثير بحيث لا يتغير بالنجاسة اللي في صبعه، وخا صبعه كاع فيه النجاسة ما غيتغيرش ذاك الماء، فلا يؤثر، في الماء طاهر، هذا إذا كان كثير. فإن كان قليلا فكذلك فيه تفصيل، إن كان مما يمكن أن يتغير عادة، لا يمكن أن يتغير عادة بذاك الإصبع، وخا قليل ولكن ما كيتغيرش بذاك الإصبع، فكذلك الأصل فيه هو الطهارة. وإن كان مما يتغير بوضع أصبعه، دابا هو مازال مثلا واحد الشخص مازال ما وضعش، جا كيسول والماء قليل وممكن يتغير بوضع أصبعه، قيل احتال فيما يتناول به الماء باش يغسل صبعه، يعني يدير شي حيلة ويتناول الماء بشي طريقة، لما عندوش شي غراف ولا هذا، باش يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. فإن لم يجد، لاحظوا، فإن لم يمكنه قالوا تركه وتيمم كعادم الماء. شوفوا معي دابا المسألة، دابا إلى الإنسان أصاب دار صبعه فرى الحكم واضح، هو الحكم المسألة اللي كانت سبقت معنا في أول باب المياه، اللي هي إذا كان الماء قليل فهو كثير فهو طاهر، إن كان قليلا ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو على طهارته، إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فلا يصلح. هذا هو التفصيل المعروف، إلى قليل ولم يتغير فإنه طاهر، إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره، كما ذكرنا عن المالي، لما موجوده كذا يستعمل غيره حسن يكره له، لكن يستعمله يجزئه، إن تغير لم يجزئه. هذه صورة. الصورة الأخرى، هذا إنسان مازال ما دخلش صبعه وجا كيسول قال لك هذا الماء قليل، أنا متأكد إلا قصته إلا بغيت نقيسه واش بارد ولا حار غادي يتغير، لأنه ماء قليل تغيره النجاسة التي في الأصبع، فماذا يفعل؟ قالوا يحتال، يدير شي حيلة باش يصب الماء على يده، يغسل يده الأولى قبل أن يدخلها، لأنه يجي يدخل الإناء غينجس الماء، فيشوف شي حيلة ولا شي طريقة باش يغسل. فإن لم يجد حيلة، مثلا الماء موضوع في واحد الحوض، حوض من طين، حوض مبني، حوض مبني بطين ولا بسيما ولا برملة، وليس عنده شيء يحمل به الماء، ما لقى حتى شي طريقة، قالوا إلا لقى حتى شي طريقة باش يغسل يديه قبل أن يدخلها في الماء فليدعه وليتيمم، لقى حتى شي طريقة فليدعه. علاش؟ لأن اللي يجي يدخل يده في الماء غينجسه، وإلا نجسه لا يصلح للطهارة، ما غيرفعش ليه الحدث، لأن رفع الحدث يشترط فيه طهارة الماء، خاص الماء يكون طاهر باش يطهرك، الماء غير طاهر لا يطهرك، فقالوا إذا لم يجد يتركه ويتيمم. واضح المعنى؟ هذا حاصل هذا الكلام، وبالتالي انتهى باب الغسل. الباب الآتي إن شاء الله باب في التيمم، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.